السلام عليكم الزينات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الوصفه تاع اليوم عصير الجزر. واش نحتاج في المقادير؟ هنا عندنا رطل جزر حوالي 7 حبات، هنايا عندنا تقريبا لتر ماء، هنا عندنا 2 علب ياغورت ذوق خوخ ولا حبيتو ديرو مشماش، هنا عندنا كاس الا ربع سكر عادي، في الاخر عندنا عصير نصف حبه ليمون. نبداو على بركه الله، نحطوا الجزر لهنا في القدرة، نزيد السكر ونغمرها بالماء هكذا. نخلطها ونحطها فوق النار حتى نطيب. هايليك بعد ما طابت، انا لهنا كنت خليتها بردت مليح، الان نعصر عليها القارص، يعني عصروا عليها شويه قارص ما تكثروش بزاف هكذا. الان نضيف لها الياغورت، نزيد العلبه الثانيه، الان نميكسيهم مليح بالبغا. بسم الله، هكذا. انا لهنا راح نزيد له شويه تاع الماء، واللي تحبها عقده تخليها هكذا. بسم الله، يعني نخلط ونشوف. هاوليك راني كملتو، الان نديرو في الثلاجه نخليه يبرد مليح، من بعد نقدمو في الكؤوس. هاوليك الشكل تاعها الاخير بعد ما قدمتها في الكؤوس، يعني الوصفه خفيفه وما تديلكمش الوقت بزاف. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم، شاركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. قلكم سلام، نتلاقاو في وصفات اخرى.